cette journée, on assiste à la, sans plus attendre, donc pour cette culture. Donc la vision fondatrice de ou parasites évoluent quand ils sont exposés à des médicaments antimicrobiens imputables aux zoonoses et aux maladies animales avec des effets positifs sur des antibiotiques qui في سياق جائحة كورونا 19 يكتسي الاحتفال اليوم الوطني مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات أهمية كبرى لأن الاستهلاك المفرط لمضادات الحيوية للمضادات الحيوية أثناء هذه الجائحة قد يؤدي إلى ظهور والانتشار السريع لمقاومة مضادات الميكروبات مع العلم أن مقاومة مضادات الميكروبات تستدعي اللجوء إلى أدوية أكثر تكلفة وتؤدي إلى إطالة فترة المرض والعلاج والاستشفاء وتزيد من التكليف الصحي والعبء المالي على الأسر وعلى المجتمع.